بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوع التعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة موضوع عظيم وأصوله وأسس موجودة في القرآن الكريم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بدأ في غوص مجموعة من العقائد ومن القيم ومن العبادات، وهذه المواضيع موجودة في كتاب الله في القرآن الكريم وخصوصا في القرآن المكي. فموضوع أول موضوع عملهم به وغرس نفوسهم التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فكان الصحابة رضي الله عليهم كما قال الله مثل بقية العرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لكن في معاني أخرى غرست من خلال القرآن الكريم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. بالتالي الخشية ومعرفة الله سبحانه وتعالى، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذه المعاني غرست في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، وبالتالي تحولوا من نظرة ناقصة في النظر إلى الله سبحانه وتعالى، وعرفوا من هذا الإله العظيم الذي يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى لكل الصحابة، لأبي بكر، لعمر، لعثمان، لكل الصحابة. النظرة الثانية نظرة الكون، هذا الكون هم عندهم معرفة بالثقافة العربية، هذه معرفة ناقصة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من خلال المنهج، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فأعطاهم نظرة جديدة من المنهج من القرآن في النظرة لهذا الكون. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة الحياة بيّنها لكل الصحابة رضوان الله عليهم، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا كل آيات مكية، بالتالي التأمل فيها كيف عامل الرسول صلى الله عليه وسلم للنظرة والأصول فيما يتعلق بالله، فيما يتعلق بالحياة، فيما يتعلق بالإنسان. جاءت قصة سيدنا آدم عليه السلام كاملة واضحة مفصلة، وبالتالي بيّن له إيش هو أصله وشو طبيعة هذا الإنسان وهذا العدو المستقبلي المتمثل في إبليس والضعف الإنساني وكيف اللجوء إلى الله بالتوبة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه كل القيم غرست في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية. فجانب منظومة كاملة فيما يتعلق بالكون، فيما يتعلق بالحياة، فيما يتعلق بالإنسان، فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بالمخلوقات التي حوله. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأصبح الصحابي ينظر لهذه المخلوقات، لهذه المخلوقات خلقها الله، وهذه أمم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فنقلهم النبي صلى الله عليه وسلم في منظومة متكاملة عقائدية وأخلاقية. ولهذا جاءت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. الله سبحانه وتعالى قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، ثم بعد ذلك تكلم على الأخلاق قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فبالتالي فيه ربط بين العقيدة بين الأخلاق بين القيم. ثم أيضا رباهم على قيام الليل الجانب الروحي حتى تتصل الأرواح بالله سبحانه وتعالى، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم جاءت بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم منهج للصحابة في كيفية التواصل مع الله من خلال قيام الليل، ولهذا وصفهم في قوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. شفت هذا المنظر العجيب، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. هذا ساجد وقائم في الخارج المظهر، المظهر الإنساني الخارجي في الجسد
لكن داخل يحظوا الآخرة ويرجو رحمة ربي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه الآيات كلها مكية، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معهم معاملة متكاملة شاملة فيما يتعلق بالأخلاق، فيما يتعلق بالعقائد، فيما يتعلق بالعبادة، فيما يتعلق بأصل الإنسان، فيما يتعلق بالكون، بالحياة، وكل هذا مستمد وموجود بيننا نقرأ فيه كل يوم في كتاب الله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. هذا اللي بنحب نوصل رسالتي للمستمع، أراه منهج النبي وطريقته موجودة بين يديك. ألتجي إلى كتاب الله ترى فيه العجائب، حيفتح الله قلبك وينور الله عقلك ويطهر الله نفسك. أراه كل ما يتعلق بالحياة، بالكون، بالوجود، بالسعادة الإنسانية، فيما يتعلق بالحضارات، بالأمم، بالدول، بالصراع، كلها في كتاب الله. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم كان هديه أو كان هو تفسير عملي لكتاب الله. وهذا ما أحببت نوصل هذه الرسالة، ونتمنى تكون وصلت في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. بارك الله فيك. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. بارك الله. إذا وصل كلام الله انتهت الخطابة وانتهت البلد. الصادق الذات الأمين الطاهر الدم الذي للحق صار معلما.